تحجبون الشمس بالأعلام، تقاسمتم عروبتنا ودخلا بينكم صرنا كما الأنعام. سيبقى الطفل في صدري يعاديكم، تقسمنا على يدكم فتبت كل أيديكم. ويظل هشام يهرول ما بين الحلم والواقع ليعرف الهوية العربية، وكأنه يلقي بجميع ما أنشأته السياسة والاستعمار والفساد والتسلط خلال المائة سنة الماضية بلحظة واحدة في سلة القمامة. ويقف الجمهور العربي معه من المحيط إلى الخليج بدلالة استقبالهم لكلامه بالحماس والموافقة والتفاعل معه في جميع أنحاء العالم العربي في تلك اللحظة من إلقاء القصيدة. كان هشام الممثل للعالم العربي في تلك اللحظة. أنا العربي لا أخجل، أنا العربي لا أخجل، ولدت بتونس الخضراء من أصل عماني، وعمري زاد عن ألف وأمي ما تزل تحبل. أنا العربي، في بغداد لي نخل وفي السودان شرياني. أنا مصري موريتانيا وجيبوتي وعماني، مسيحي وسني وشيعي وكردي وعلوي ودرزي. أنا لا أحفظ الأسماء والحكام إذ ترحل، سئمنا من تشتتنا وكل الناس تتكتل. ثم ينتقد الخضاب الديني والمؤسسة الدينية قائلا: ملأتم ديننا كذبا وتزويرا وتأليفا، أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا. منتقدا بذلك الانقسامات العربية حول كرة القدم، خاصة في ذلك الوقت مصر، مصر والجزائر للأسف. هجرنا ديننا عمدا فعدنا الأوس والخزرج، نولي جهلنا فينا وننتظر الغبا مخرج. اختصارا للوقت سوف أنهي قراءة القصيدة من غير التعليق. أيا حكام أمتنا، سيبقى الطفل في صدري يعاديكم، يقاضيكم ويعلن شعبنا العربي متحدا. فلا السودان منقسم ولا الجولان محتل ولا لبنان منكسر يداوي الجرح منفردا. سيجمع هنا، يذهب في صورة سريالية، سيجمع لؤلؤات خليجنا العربي في السودان يزرعها، فينبت حبها في المغرب العربي قمحا. يعصرون الناس زيتا في فلسطين الأبية، يشربون الأهل في الصومال أبدا. سيشعل من جزائرنا مشاعل ما لها وهن، إذا صنعاء تشكون فكل بلادنا يمن. سيخرج من عباءتكم رعاها الله للجمهور متقدا، هم الجمهور لا أنتم، هم الحكام لا أنتم. أتسمعني جحافلكم؟ أتسمعني دواوين المعاقل في حكومتكم؟ هم الجمهور لا أنتم، ولا أخشى لكم أحدا. هو الإسلام لا أنتم، فكفوا عن تجارتكم وإلا صار مرتدا. وخافوا إن هذا الشعب حمال، وإن النوق إن صرمت فلن تجدوا لها لبنا ولن تجدوا لها ولدا. أحذركم. التفتوا أن هذا يتحدث في الإمارات وهو عائد إلى مصر في زمن حسني مبارك، يعني في نفس تقديمه لهذه القصيدة هو يخاطر بنفسه ويكون جزء من ولادة الربيع العربي الإعلامية في ذلك الوقت. سنبقى رغم فتنتكم فهذا الشعب موصول، حبائلكم وإن ضعفت فحبل الله مفتول. أنا باق وشرعي في الهوى باق، سقينا الذل أوعية، سقينا الجهل أدعية، مللنا السقي والساقي. وبالنهاية يرسم الأمل الأخير، ويبقى يرسم العربية من سأكبر تاركا للطفل فرشاتي وألواني. ويبقى يرسم العربية ممشوقا بهامته، ويبقى صوت ألحاني، بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني. شكرا.